السباق ما خلصش يا حسونة، لسه فاضل لفة. انتوا بتشجعوا مين؟ انتوا مش شايفين انا فين وهو فين؟ طب اهو وهو، وخدوا عندكم دي كمان. ايه ده؟ العربية مالها؟ هاي خلصت البطاريات يا فالح. يلا يا بكار، يلا يلا. انتوا بتغشوا، اني المفروض اللي اكسب. بنغش؟ بنغش ازاي يا حسونة؟ انت اللي مش عايز تعترف انك خسرت يا حسونة. بس بقى اني متضايق، ولما حسونة يبقى متضايق محدش يكلمه. طب يلا دور فارس وهمام في السباق. لا اني جعان جدا ومش قادر، هروح اتغدى. بتهرب يا فارس طبعا لانك خايف تتهزم. اهرب مين؟ روحوا هاتوا البطاريات هترجعوا تلاقوني. سلام. ايه ده، انت هتروح لوحدك يا فارس؟ المسافة بعيدة، استنى شوية وهنروح كلنا سوا. لا لا انا ما بجوع ما بفهمش. استنى استنى يا فارس. سلام بقى، شوية وجاي على طول. يلا روح يا حسونة اشتري البطاريات. يا سلام، ولا هشارك في تمنها حتى، اتسابق بيها كده يا حلو. هو انا هخسر لوحدي ولا ايه يعني ولا ايه؟